السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير إن شاء الله، ولقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. وشكرا لكم جزيل الشكر جزيل الشكر، وعانكم الله ووفقكم الله، وشكرا لكم على الدعم وعلى المساعدة وعلى الشكر الدائم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذه الفكرة ديال الاحتفاظ باللوبيا بلا سليق بلا تبخار بلا حتى شي حاجة. أنا جربتها ودرتها عندي في الثلاجة وبغيت نشاركها معكم، نتمنى الله تعجبكم. كناخذوا اللوبيا كما كتشوفوا، كاين البعض اللي غيكون متفق وكاين البعض ما يكونش متفق، معليش لان احنا الوقت اللي تيحكم، ملي كيكون عندك واحد الحاجه كثيره ما غتخليهاش تضيع، الا ما درتهاش في الفريكو غادي تضيع. كيجي الوقت اللي كناخذوها غاليه يعني 3 اورو من الكيلو من برا، فانا ملي جات عندي فرصه وجات عندي بزاف غسلتها مزيان، غسلوها مزيان مزيان بالماء والملحه وشويه الخل، نغسلوها مزيان تنظف ونشفوها نديروها في الشبكه ونسقطروها من الماء حتى تنشف، ونعاودو نديروها في السربيته ولا شي منديل ونحطوها تنشف مزيان، يعني ما تبقاش فيها حتى شي قطره تاع الماء. هيك الساعه عادي ممكن لينا باش ندخلوها للثلاجه، ملي تنشف مزيان عاد باش نقدروا ندخلوها للثلاجه، لان خصها تكون ناشفه باش ما تاخذ لا ثلج لا والو. ملي كنشفوها مزيان كنعاودو نديروها في السربيته من الشبكه، نديروها في السربيته ونف السربيته حتى نقلبوها بانها ناشفه مزيان، كنديروها في السوبيره ولا بانيو ولا اللي عندكم، ونديروا عليها واحد القطيره تاع الزيت وندهنوها ونعمروهم في الميكات ديال الكونجيلاتور وندخلوهم. نتمنى الله تعجبكم هذه الوصفه وتشاركوها مع الاهل والاحباب ديالكم. فالانسان كيضطر باش يحتفظ بالحاجه وما يضيعهاش، فانا جربت هذه الفكره وقلت نشاركها معكم ونتمنى الله تعجبكم، وشكرا لكم جزيل الشكر والسلام عليكم. خليكم مع تتمة الفيديو. يا